خلونا نتكلم عن الأشخاص اللي مهما ينظمون أكلهم وزنهم ما ينزل. شوف شيء طبيعي، أول ما تدش بأكل صحي يعني تقلل الكارب وتوخر السكر، ترى هذا الدايت، بس قلل الكارب وخر السكر هذا دايت. لما تقلل السكريات وتقلل الكارب، الكارب والسكريات شنو يسوون؟ يحبسون الماء بالجسم. فهذا طبيعي أول أسبوع أسبوعين وتطيح كيلوات وايد، هذا مو دهون هذا ماء. طبعا الدهون يعني تطلع عن طريق التنفس، يعني احنا مو نسوي رياضة، جزء منها بسيط يطلع عن طريق تكرمون البول والعرق، ولكن 75% عن طريق التنفس يا جماعة. كذي تتبخر الدهون، لا حد يقص عليك انه سوي رياضة ازود تخسر دهون ازود، لا تنفس. في وايد ناس يروحون يسوون رياضة ما يضعفون، والسبة شنو؟ لما يسوي رياضة ما يتنفس، لا يتنفس هني، فهني تقل حرق الشحوم عنده. انزين نفترض سويت كل هذا والشحوم وراي تنزل عندك، تشيك على القدة الدرقية، قد يكون فيها خمول. زي إذا فيها خمول شنو نسوي؟ نشيك على هرموناتنا 100%، ولكن ليه القدة فيها خمول؟ على طول يا جماعة ناخذ أملاح المرارة. أملاح المرارة شنو تسوي؟ أنا أقول لكم، أملاح المرارة تكسر الدهون، فلما تتكسر الدهون تي رسالة عند غدة الدرقية، ترى كسرنا دهون. شنو تسوي الغدة الدرقية؟ تقوم تحرق. طول ما الغدة الدرقية ما شافت الدهون متكسرة ما تقوم تحرق، تصير خاملة. عرفنا يا جماعة، هو المفروض الشخص أنه تتكسر دهونه طبيعي، أن المرارة تفرز الصفرة، ولكن أكثر الناس عندكم مشاكل ترى بالمرارة، اللي عندكم خمول تشيك على المرارة. ما ضبط، أخذ أملاح المرارة وراح تشوف غدة الدرقية تصير نشطة إن شاء الله.